ابو طبيعة يسهر معايا الليلة ومع المشاهدين لما على الكيف في حلقة جديدة. ونحب ايضا تحية اكبر الى فرقة الموسيقية لهيثم الهاني، تحية كبيرة اللي ترافقكم، يعطيكم الصحة. طبعا لما على الكيف في عدد جديد، طبعا ان شاء الله بداية من هذا الاسبوع لما على الكيف مساء كل اربعاء التسعة متاع الليل يعني في السهرية. اليوم خليني نقولها بكل صراحة، اقوى نجوم باش يكونوا في هذه السهرة، وابدا باستقبال ملحن ومطرب غازي عيادي. نحب نقدم ممثلة تونسية تحبوها على صراحتها، على طريقة كلامها، عبير بناني. ايضا فنان شعبي نحبه برشا، نحبه برشا لانه احلى الاغاني اللي تغنيتها راهو غناها هو، واشهر الاغاني انا نسميه مناضل في الفن الشعبي لانه لم يستسلم، ولما جاءت الفرصه صعد كنجم جديد رغم هو نجم قديم. يلا ليش تقولي ليش؟ محمد علي الاسمر. محمد علي الاسمر، غازي العيادي، عبير البناني في سهرة لما على الكيف من الجيل الجديد، من الجيل الجديد اللي اصبح موجود في المنوعات التلفزية، عارضة الازياء سيرين مزوز. سيرين أحلى مطرب في النوب وفي الجو التونسي الصميم، تاريخ كامل محفوظ في ذاكرته، بابا الهادي دنيا. Na 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 na
يلا جيت الليلة نكال من قصر بني من قريدان أما جيت الناكل أما جيت الناكل مضروب بني من قريدوش أما جنب الناكل مزرعة زيتونة في وسط قدم الأنمي للكي زيتونة ومزرعة زيتونة شكرا لك أنا قلبي لله شوف معونا جارة ليك دمي جارة ليك دمي جارة ليك بزينو يا ناس بزينو سعيد جارو 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 شعري بقلبي النار جارو جارو شعري بقلبي النار تيدي معانها هو حرق ديجي واجي يبدأ لا ينتهي يا مين يا طول الليل همنا يا ليت ليلي أرجعني ليا ليك ليلي يا حليلي زادك تاني أكتاني عمودا سوي العشية خلالي الكبدة مشوية سوي العشية خلالي الكبدة مشوية هذا قلبي مجواجية أحلي لي تانك تاني يلا يلا يلا
دليلي هو مولاي علي دليلي يا مين يا دليلي هو مولاي علي دليلي أهجرني ليالي كنيني يعني لي تاديك يكتبني درعبان يكتبني درعبان يا بزينو يا ناس 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 بزينو برافو برافو الهادي دنيا بابا الهادي مرحبا بكم يا سيدي في لمع الكيف في هذه بين الجميلات عريضة الأزياء سيريل والممثلة وعريضة الأزياء زادة عبير أنت توا محاط بالجميلات ما نعرفش علاش اخترت البلاصة هذيك شبك ما اخترتش هذيك طيب بعد ما حطيتني هنا ولا تعمل لي في ال والله لا يعمل لي كانت غالي جبتها مش انا حطيتها شكون انا جبتها هي تو المفيد مش حاب تقول يعمل ايه لا لا والله حطيتك هنا انا ما حكيتش معاك جيت ديريكت وديناك بحاجه مزيانه تقول لي هاك اعمل هدي انا جيت قاعد قلت لي دنا غادي جبت فهمت شو شو اين قلت لي قعد بحذاء انت سيرين قلت له كهرباء مرحبا بك شرف محبوب حصيلو عامل ايه؟ عامل هادي بابا برشا ناس ديما السؤال ما تروح قبل النوبة وين كان عامل هادي؟ قبل النوبة 92 أول بروز ليك تلفزي وفني عامل هادي وين كان في قبل؟ كنت مسارقي مسارقي إيش معناتها؟ مسارقي يعني يخدم مسارقي معناها في الخدمة وين كنت نخدم أنا كنت في الشركة فهمتي معناها ممنوعة تولي حكاية نتاع دوم الفونكسيون يعني انت كنت موظف في شركه اي كنت تخدم في شركه وكان ممنوع عليك الغناء وقتاش تقرر ما تنجمش تسجل ما تنجمش انا برا ندبر في راسك ندبر في راسك بالسرقه بالسرقه وقتاش ظهرت للتلفزه وخليوك تظهر كيفاش كانت الحادثه هكا في ماهيش حادثه لا حادثه اي حادثه جيده فهمت تحلت العقده تحلت العقده في اكتوبر 91 اي كيفاش تحل شكون حل هالعقده هذه عمل هيك زين زين العابدين الرئيس السابق اي في اليوم الثقافي وقتها في دعم الخطاب اي وقال كيما بلغني فما احنا نشجع وقتها قال احنا نشجع وندعمه في الثقافه ودليل على هذا برشا شيء ما كانش يتعدى في التلفزه ايوه ولا يتعدى معناها قبل في الثمانينات والواحد ما كانش المزاوية تتعدى في التلفزة يعني الرئيس السابق حكى عليك انت وقال له ماذا تسيبوه لا لا مش علي انا خي فما انا يعرفني انا اون جنرال اون جنرال بعد حكى على الثقافة وندعم ونسجع وكذا قال كيما بلغني فما ناس الا فما ناس عندما تزودنا بالثقافة والقانون الاساسي نتاع مؤسساتهم ولا نتاع سيدي ما دام في المستوى نعطيهم الضوء الاخضر هكا باللفظة هذه وقتها عيط لك الجزيري اي نعم ولا انت مشيت له ولا هو عيط لك لا هو بعث ايش غنيت في النوبه وقتها؟ لا مش في النوبه يا ولدي لا في الحضره في الحضره في الحضره في الحضره 91 اي النوبه جيت بعدها؟ اي النوبه تعملت 11 جويليه 91 جويليه اوت سبتمبر اكتوبر في اليوم الثقافي في اكتوبر فهمت من هنا بدا يحضر للانتخابات من 87 ل 91 واضح سايب الامور سايب ايش غنيت في الحضره عامل هادي في الوقت هذاك؟ غنيت نوبة سيدي بوسعيد رئيس الأبحار رئيس الأبحار يظهرني بدلت فيها جملة أنت مش كما غنيتها كما الأصلية كما متعارف عليها ولا لا؟ لا لا مش غيرتها زدت فيها فوالا لخاطر فما رئيس الأبحار نتاعنا نتاع المسلمين إي كيفاش تقول؟ فيها اليمين ثلاثة بيوت تتعمل في الميزان هذاك اللي عملته فيها واضح عمل هذا ومن غادي بدأت النجومية نتاعك من غادي فعلا من غادي من غادي باهي مع شكون عملت ديو؟ مع شكون؟ ولدي عملت مع أمينة يا ولدي عملت مع أمينة فاخر؟ ومع هذه ترى أمينة فاخر علاش لا؟ راهو واحد كي باش يقول حاجة باش يقول يغني أغنية عبارة كأنه باش يلبس حاجة يا تواتيه يا نو يا ما تواتيه شوف توا من العمارة من العمارة من العمارة يا ولدي اللي يجي مرحبا به معناتها مستعد تعمل ديو مع من العمارة علاش لا؟ علاه؟ ما دام نلقاو حاجه تواتي بعضها شيء يجي عايشه عطيه عايشه عطيه تعرفها؟
عايشة عطية؟ لا. شوف التصويرة هاي ترى تعمل معاها ديو ولا منين يعني؟ خليك منين؟ هي ممثلة. هي ممثلة. هو ممثلة. ايه مش نعمل معاها ديو في التمثيل. هو مغنية. لا تغني زيادة تغني. عايشة عطية. كي نلقاو حاجة. كي نلقاو شيء ياتي بعده. حتى ما تعرفيش. شنو؟ تعرف هاك انت باش تدخل بيناتنا انت باش تدخل بيناتنا اعطيني اخواتي باش تكون هاسه باهي هذه تستنى معاه ديو طيب انا متاكد تستنى معاه ديو مرمين صفر لا نو ايه نو بعد السيف نعلق منجل انا توا هكا بعد السيف تعلق منجل على مرمين صفر انا صفر وانا شوف التصويره شوف شوف مضطر صفر يعني ما تعملش ديو على مرمين صفر انا تصورني انا في بالك في هالبلاد نعمل مع هذيك واللي كاريرها ما لا تنجم تعمل مع هذه توا شوف التلفزيون لا وحده يعني نشوف فيها من واحد اخر نجلة التونسية ناو حبايبتي فهمت يا معنى لا زاد نجلة لا يا ولدي ما حبايبتك زاد حبايبتي ما ليش هي انا تحبك تعمل معها اه انت ما عادش حبايبتي حتى انت تحبني بربي بربي نجلة ما تتغني ولا ما تغنيش اللي يخدم على روحه ربي يعينه هكا ولا الفن ما عادش صوت بركة عبير كي سعاد كي سعاد عبير ما عادش صوت بركة ولا ولا برشا يمانيبولي بالحاجات هكا ولا شي رايك غاز انا ما انا ما تدخلنيش في الحكايه هذه بكل انا يزيني يا خويا من رايي ويزيني من مشاكل ويزيني من الحكايات علاه انت ما تعملش مشاكل لا انا انا ما ساعات فما ناس تجاع من الكلام يا خويا الناس كل حبايبي والناس كل صحابي ما تستنيش استني على الموسيقى محمد علي ديو مع نجم ولا مع نرمين شكون تختار محمد علي الاسمراني نعم ديو اسا تقول باش يضرب محمد علي الاسمر خزر لي خزر باش يضرب لا انا عمري ما عملته ما نصورش تو باش نعمل ديو مع شكون باهي بخلاف بخلاف اللي تراه يمشي معاك ما نختارش انا مع شكون على خاطر لي ديو تو هما الدارجين هما اللي طالعين هما اللي ماشيين مازال مش مخي هي تو نجده مثلا هي استعراضيه تقولوا هكا ولا يلزم واحد يعمل استعراض نجم تركي بيا استعراض مع في مصر مش استعراض مع استعراض لا هو في مصر مطرب شوف مطرب يغني مليح يعمل استعراض يلا حتى عندك الكلام تاعك ونسمعوا بابا الهادي دنيا بتصفيق كبير منكم ناري على الزينة ماما ما جاتش اليوم عبيتها فينا يا ما بيجيك اليوم ناري على الزينة زينة ما جاتش اليوم عملتها فينا ماما بيجيك اليوم ناري على الزينة زينة ما جاتش اليوم الدنيا فانية مرة لا حالي دور والدنيا فانية مرة لا حالي دور ناري على زينة يما مجدش اليوم عملتها فينا يما لا حالي دور ناري على زينة يما عملتها فينا يما لا حالي دور نعملك فايلة في جنان بقولها نعملك ثانية في جنان بقولها نعملك فايلة فيلا في جنان بقولها وتجيلي للا والله تنشق مجموع وتجيلا حبيبة والله تنشق مجموع ناري على زينة يما
ما جاتش اليوم عاملها فينا يما لعادي حضورك معنا في لما كان كيف اعطيتنا جو حلو برشا حليم. مسحه حلوه برشا برشا. شكرا لك على حضورك بتصفيق كبير بابا الهادي في لما على الكيف. شكرا لك ويعطيك الصحه. برافو. انتم تابعوا في لما على الكيف مساء كل اربعاء. اذا نواصل حوارنا ونحب عبير البناني اهلا وسهلا بك مره اخرى. عبير وين نقدم فيك الحقيقه حرت نقدمك ممثله نقدمك عارضه ازياء نقدمك منشطه. شو التقديم اللي يليق بعبير البناني؟ مش يليق مع اكثر حاجه اليوم سامو ديفيني انه ممثله بلوتو. الممثله هي الاساس. وي خاطر عارض الازياء ورايا. علاش مشيت للتنشيط الاذاعي؟ خاطر سي اون تخي بيل اكسبيريونس جديده وحبيت نخوض مغامره جديده. واضح. انت كرونيكوز في راسين كاري. ابسوليومون. برنامج على اي اف ام هذا. شنو هو الدور نتاعك في البرنامج؟ نعرفوا كل واحد احنا شلة عنده دور شلة كام؟ ما همش قاعدين يعطيو في ادوار شكون يعمل شكون ما يعملش شكون يلزم مانيش نمثلوا. اي. مي لو فات ديتر هوموجين عندك الممثلين وعندك المخرج وعندك اللي في النقابه واللي معناتها ولا تيت دو دو لوركستر اسمه حسن همالي معناتها ان سيرفو تبارك الله هوموجين على الاخر موزايك دو دو جون. نحكيو على تجربتك في مكتوب. اي مكتوب هي الانطلاقه نتاع عبير ومعرفه الناس بها في تونس هكا ولا لا؟ انطلاقتي كانت في قناه لبنانيه. اي بايميسيون اسمها ميشن فاشن. العباد عرفتني في 2007 في القناه هذيا دونك سيتي ان كونكور دو فاشن كل جمعه يلي المينيو. لكن في تونس ما يتفرجوش فيها برشا. سي سي انا تفرجت سي تفرجوا فيها. انت كان شفت الناس اللي جات في المطار احنا جوستومون كنا مسكرين في دار ما نعرفوش معناش ايكو وعندك الحق في تليفون دقيقه دونك ساعات تكلم امك ما عندهاش الحق تقول لك شنو صاير برا ولا حكايه ما عندك حد شيء ايزولي مسكرين عليك يعني ذي برامج تلفزيون الواقع الواقع ابسوليومون. روحت لتونس انا انبهرت ما في باليش اللي فما ناس تابع في حكايه كيما هكا فهم. انا تعرفت بالتمثيل من مكتوب. شكون دخلك قبل المكتوب؟ عملت سينما وعملت ان لون ميتراج. باهي تو نرجعوا له. شكون دخلك المكتوب؟ شكون جابك المكتوب؟ ان سامبل كاستينغ الله يرحمه سيتي ان اسيستون عمل لي تليفون سمع بالفيلم وسمع بالميشن فاشن كلمني وعملت كاستينغ على اساس باش نعمل فيغورون. لكن ماذا لكن بعديك تطور السيناريو سادوني على كاميرا لو غيزاتور اللي هو سامي فهري دونك الى كرو اون موا اون مي كومبيتونس وزاد لارجيلي لاكس نتاعي دونك سادوني ان رول اسمه عبير. عبير واف كي نقول لك عارف عارف اسمع عارف شكون عارف شكون انت خلي ما تقولش عبير ابشرك فين صح عارف مكتوبه ما تقولش تق عارف مكتوبه في ساقها. اكثر واحد بالدنيا بالكش يولدها واكثر واحد في العالم هذايا باش تبكي هي رايتا كاينه كاينه باش تبكي تموت عليه. حب حياتها حب حياتها بالحق. قلنا عارف شكون عارف لاشيغ دو ماشيغ ولدي عمر 7 سنين ولدك اعطيوني تصفيقه بنينه على عارف. كمل احكي لي على عارف.
انا بومن طبعي جو سوي كلكان تري بوزيتيف ما نحبش تو سبريد الحاجات نيجاتيف. من البارح وانا مريضه على اللي صار بور لي بريماتوري خاطر انا ولدي بريماتوري وعشت لي زيتاب نتاع ان انفون بريماتوري وشنو تنجم تعيش معناها اكسبيريونس تري دور با بور لو بيبي مي بور لي بارون اللي كل صباح تمشي وما تعرفش تلقى ولدك حي ولا لا. و سي اللي انا ديما في معناتها مش ناسيوناليزم مش روايه قدره شنو مش افلام اللي قلت الحمد لله ولدي تولد في تونس ومش في بلاد اخرى على خاطر اوني سبيسياليزي وجي لا شانس دو ما في اللي كان عندي نيونات عالمي كان تونسي كان يعيش في سويسرا وهو اللي تلهى بيه دونك اوماج ا دكتور شنينه. مي اللي تشوفوا من بعديك حاجات في الكلينيك انا بدي اليوم حسيت بالحرقه نتاع الوالدين اللي ماتوا ولادهم ومرضت على خاطر لي بريماتوري ما عندهمش دي كلوبل بلانش ما ينجموش يدافعوا على بدنهم ما عندهمش سيستم ايميني المناعه مش موجوده دونك وقت اللي انا ولدي فما شكون يتولد 28 سمان فما شكون يتولد 25 جمعه 27 28 ساجي عرفت غادي خالف قبل وقت اسبوعي ما سر لي اول مره سر هو اسبوعي اقسم بالله اسبوعي سبعه اشهر انا تولدت يا رب الحمد لله لا والله انا بابا اسبوعي تبارك الله مسلي ربي يعيش الحقيقه وقت البريود هذيك ما تعرفش عليه يعيش ولا على خاطر فما نسبه كبيره انه ما يعيشوش وسورتو كي تلقى مثلا الفرمليات اللي ما نعرفش ما عندهمش حتى كونسيونس انا بيدي عشته انا ولدي بعد ما تكمل تلاب بيبي وتبدل الكوش نتاعو تمس بيبي اخر من غير ما تغسل يديها معناتها بالديترجون تقول لي عندي سي كريمينيل بو موا انا هذا شفته بعيني بعد الثوره ولدي عمره سبع سنين دونك كل يوم تمشي تستنى في وقتاش نجم تدخل وتشوف الفرمليه في كلينيك اللي انت تصب معناتها في النهار تخلص فما بالك في سبيطار ما عندهمش لي مويا ما عندهمش ليكيبمون. C'était entre parenthèses et donc je suis très touchée par l'histoire de les prématurés à la خاطر انا عشت شهرين مع الحكايه هذه مع الحاله وتعرفها عن قرب وعايشتها سي تري كوتو كل يوم ما تعرفش على كل ربي يرحمهم الاطفال هذوما البيبيات ويصبر عائلاتهم ونحن ناسفوا لمثل هذه الحوادث اللي بالحق تجي مره في القداش لكن تقلب تجي مره في القداش لكن حادثه قاسيه ولابد انه منفتح ربما تحقيق جدي زاد مش كما التحقيقات اللي من بعد لوح وما نعرفوا شو يصير لابد انه كل واحد يتحمل هذا يلزم الشعب التونسي كل يعيبيه وفيق به هذا انا حسب رايي انا هذا الكل ناتج على التسيب اللي صاير لنا في بلادنا والتسيب هذا ما ينجم يرجع الا ما ترجع للمسؤولين هيبتهم نحبوا ولا نكروا راهو الا كان انا واحد مسؤول اللي تحته الكل ما عادش يسمعوا كلامه كيفاش من بعد جيت حاسب والله انا شوف راهو لو فات اللي مازال لتوا المسؤول ما عنده حتى قيمه مش نحكي على المسؤولين راهو اليوم الفوق حتى مسؤول حتى مدير اللوطه مدير السبيطار ترجع كل واحد والجراد نتاعو باش نبداو مسؤولين بالضبط واجبات احنا يلزم فما مسؤول يعطي واجبات الناس الكل شو هي الحقيقه المستشفيات في تونس تدهور على جميع المستويات هذه حقيقة ونعرفوها مع بلوس شوية إهمال وهي الضمير بالضبط على خاطر يسو في انسلتي يسو في انسلتي يسو في يسو في معناتها اغريسي فيربالمون فيزيكمون الطبيب تعب في تونس عندنا دي كومبيتونس اور نورم التوانسة معروفين بالطب عندنا دو توريزم استيتيك ناس تجي تعمل توريزم استيتيك ندخلوا به في الدوفيز ندخلوا به لا ريبوتاسيون نو بلاد نجم نعملوا فيها حاجه شوف هو من الايجابيات عبير انه اول مره ولينا نسمع وزير يستقيل في حادثه تصير كيما هذه وزير الصحه شنو بدا؟ شو هاوش قلت وزير الصحه استقال ديجا عبر على 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 الخطا نتاعو استقال مش تقعد الحكايه كيك وهذا غير كيف واحد يغلط يستقيل تو تولي الاغلاط تو خسروا اي مالا شنو هو هو يستقيل عنده معنى اتونسيون لا عبير عنده معنى انا بالنسبه لي يجي مع فتح تحقيق جديد هو هو كوبابل هو اللي عملها لا هو ما عملهاش بالطبيعه هو استقال هو استقال يا اخي بربي سؤال سمح لا سؤال هرو منهج يا عبير ربي سؤال
ان السيد الوزير اليوم ما عنده معمل سفري به غدوه كي باش يطرد هذاك وهذاك ما باش ترجعوا النقابه يعيشك. ما هو هذا هو هذا هو الملات خد دو بي النقابه السنه شفنا بالانواع ولا شكل معناها اولادنا اونوتاج ما يدخلوش يعديوا في الدفوارات برمش احكي مع المعلم انت فسر له اللي ما عندكش هاو اللي يضرب في الصغار هاو كل يوم تسمع انكدوت هاو مر اللي فات في ميسيون كسروا له دي من بعد يعمر في الصغار اتوندي مي مي على خاطر كل انسان يعمل في غلطه تقفلوا السنديكا تعاونوا. لا والله بشوف السنديكا عندها حاجات باهيه تعمل فيها كيما النجم نلومه في حاجات صغيره اللي السنديكا ما نحبوهاش تكون حتى مع الغالط واقفه معاه هذا يلزم يفيقوا به مي السنديكا راهو يقوموا بحاجات معناها مهمه ياسر في الديمقراطيه موجوده في الديمقراطيه. استقاله شو استقاله وزير الصحه اللي مازال كيتعين تقريبا عنده شهرين شهرين ونص هو 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 المرحله ما عمل شيء ما جات فيه هو ما هو عامل ماهوش مباشر في الـ في وحاجه اخرى حاجه اخرى الاطباء عملوا اضرابات على شنو خلينا نرجعوا يا عبيد يا عبيد خلينا نرجعوا لاضرابات الاطباء اللي نتاع شهرين وثلاث من الطلبات نتاعهم هو توفير الامكانيات في المستشفيات العموميه الاطباء اللي خرجوا تقريبا راهو 5000 خرجوا طبيب تونسي غادر تونس هل يغادروا هذوما شنو ما تلقاوش الامكانيات على كل ان شاء الله عليه ما عندوش اخر طبيب اخر احزان كما يقولوا ان شاء الله يخرج رزوقه واحنا حالا فتحنا قوس هو في السياسه احنا ماناش متابعين معناها برنامج سياسي لكن مالوريزمون كل الشعب التونسي عنده ما يقول في السياسه فما برشا حاجات غالطين والا كان باش نقعدوا ماشيين في نفس اللي ماشيين فيه مازلنا باش نشوفوا العجائب والغرايب يلزم ناس تتضافر جهودها مع بعضها وتقف وقفه حازمه لكل الاغلاط اللي قاعده تصير تو سامبلومون. عندنا مليار سابقات سياسيه وشكون درجه شنو ربي يفضل لك عارف يعيش اللي تحبه برشا اهم حاجه ربي يخليه وربي يخلي كل اطفال تونس الصغيرات اللي لازمنا نحافظوا عليهم لانهم هذوكم الامل هذوكم تونس غدوه وتونس غدوه خير احنا ولينا خايفين عليهم هما المحل والله كيما صراحه معناها ها كيفاش يا محمد بس صارت الحكايه هذه ولا تخوف بالحق يلا باش نعطيك تواريخ عبي تواريخ وقل لي ايش تعني لك التواريخ هذه انا نخاف من التاريخ علاش تخاف من التاريخ التاريخ ولا التواريخ فما فرق التاريخ هو نحكيو على احداث اما التواريخ وباش نعطيك لدات وانت تقول يلا 20 جويليا 2009 يوم احد 20 جويليا 2009 تاريخ نحيته من مخي سا نو ريبريزونت بلو ريان دو تو ديمانش حنا بعد تاريخ هذا ديمانش حنا نحيته نهار الاحد اما قول لنا شنو هو حضروا لي نسيتو اي تاريخ شنو 20 جويليا تتلك ليك قديمه 2009 تعدد برشا ايميسيونات وانا نحب نعطيك جديد الفازا عرفت الفازا هذيك انا بدي ما نحبش نحكي فيها انا خاطر ريت تحكيوا فيها برشا دونك لكن نقولوا مؤلمة أو غير مؤلمة أو تافهة. Je suis quelqu'un de positif. C'était un mal pour un bien. Un mal pour un bien. واضح. باهي. كي نقول لك 17 سنة. 17 عام. 17 عام عمري وقت اللي عرست أول مرة. وقت عرست أول مرة. ترخيص أبوي. أمان كيفاش عبير أنت تعرس بترخيص أبوي؟ هذيا والله كي قالوا لي عليها والله. خاطر قانونياً. خاطر قانونياً الراشد 18 سنة. دونك بالترخيص الأبوي أنك تعمل أناكت سامحني يجي لك أنت توا اللي هو جيل توا. معناتها ما عادش يعرسوا 17 سنة بنية. لا سيتي أن شوا. إلا بترخيص أبوي. لا لا سيتي يعني أنت قبلت حبيت الراجل هذا. أنا حبيت نعرس وقتها. تجري على عرس على بكري ما هو هذاك سي شوا بيرسونيل بي الراجل هذا مازلت معاه؟ لا طلقت؟ اي بعد قداش بربي؟ 3 سنين نزيدها تاريخ بركه ومن بعد باش نستقبل المنشط الثاني عندي منشط اخر مش وحدي اي 26 سنة ماذا تعني لك عبير الكلمة هذه؟ 26 26 عمري وقت اللي عرست براجلي الثاني آه 26 رجلها الثاني اللي هو اسباني ليه انجليزي اماراتي اماراتي عربي من الامارات عربي يلا عبير باش نكتشفوك في ركن يا تورا يا فورا انتبهوا مليح عبير البناني في تورا يا فورا شنو تختار؟ الشعر القصير ولا شعر طويل؟ شعر طويل. شنو تختار؟ راجل أسمر ولا أشقر؟ أسمر.
شو تختار، راجل يخون ولا راجل بخيل برشا؟ يا اختي بخيل ولا يخون، واش نختار بيناتها؟ ليه يا وخاي، البخل ما يمشيش والخيره ما تمشيش. شو تختار، الخليج ولا الاوروب؟ الخليج. شو تختار، الحبس لمده سنه ولا الفقر مدى الحياه؟ حبس عاق من الاسواليت. شنو تختار، تختار تنفخ شفايفك ولا تعمل تاتواج؟ تعمل تاتواج. نعمل تاتواج. شنو تختار، تاكل طبق كويس غنوي كريي ولا تعمل دوش مع برشا ضفادع؟ بونك كعيبه وموا ما يديش نقص. شنو تختار، ترابلسيه القدم ولا ترابلسيه جدد؟ نجم نجاوب. زوزلي. شنو تختار، رقص شرقي والا اوكسيدونتال؟ اوكسيدونتال. ثلاثة كلمات تقولهم كي تشد بيبي صغيرون؟ محلي ما بنيو كوكو جوجو محلي. ثلاثة ينرفزوك في راجلك، تقنقين تقنقين وتقنقين. ثلاثة كلمات تقولهم كي تشوف مرأة ما تحبهاش، مرزنها وما ثقالها وقديش انتيباتيك. خيط. ثلاثة كلمات تقولهم كي تتفاجأ، واو يا سمباتيك محلي هبل. ثلاثة أشخاص كذبت عليهم، تبارا قول بابا تسامحني وقول ماما تسامحني واختي، مي جينيرالمون ما نكذبش جينيرالمون. ثلاثة كلمات تقولهم باش ترضي راجلك، حبيبي ليش هيك، حبيبي لا معليش اوكي. ثلاثة حاجات يحبهم راجلك فيا، سمباتي، نعرف شنو يحب فيا دايما، مرعرش لا جوا لا سبونتانيتي، تري لايت سمباتيك تري ديكالي. بون كوراج. اقوى اقوى عاد اقوى 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 يا ترى يا ترى عبير الزماني، الوجه الاخر نجم نقولوا الوجه الاخر. لا نجاح اللي تي تري سمباتيك وليكيب با تري سمباتيك، دونك جو مسوي تروفي اليز ومحلاس، تي تري كور لايت دايوغ. نهارتها لابسه قفطان تكريما للسجنان سنة يدخلوا في حكاية اليونسكو بالعروسة متاع السجنان، دونك أنا كنت لبسة برنوس خشبية دو لا كرياسيون مدينة كرياسيون فيها لا ريبريزونتاسيون متاع لا بوبي هذيك، فهمت؟ مو جاب توجور بور لا كبيرة عبير البناني. يلا باش نستقبل المنشط الثاني متاع الحصة، انتبهوا مليح، هذا منشط باش يضرب عالمي، هذا منشط عالمي، هذا خير من عبد الرزاق الشابي وعلى الشابي وسامي الفهري ونوف الورتاني وسمير الوافي وشكون اخر يا ربي، حمزه البلومي ولطفي العبدلي. يلا واو. اياد قدمتك قلت لهم المنشط هذايا اقوى واحد في الحصه هذايا. اياد مرحبا بك. مرحبا. اليوم باش نحطوا بين زوز زوز نساء وباش يسالهم الاسئله البريئه نتاعهم، نخرج من الطرح تاعهم. هيا برافو بتصريح كبير منكم. يلا شكون تختار؟ هاي اختار بيناتهم. هاي اعطيني اقوى اقوى في الجحرة. برافو عليك. في الجحرة في الجحرة مليت. عسلمة سيرين. عسلمة تعبي. اليوم كي عرفت انا اليوم كي عرفت شنعمل معاكم حرت مع شكون شنعمل زوز روفي روفي كلها يا لوهي الزوز ما كاني الزوز ضحكتكم حلوين كل عسل الزوز ما حليكم والزوز ديستا والزوز ما شاء الله طويل اما خساره الزوز معرسين بكرينا بكرينا اسمع اسمع بكرينا شقابلك الفكره وين نخم ما ديسيزيون صعيبه شويه 8 سنين نخم ونقول بيا ما عندي شرط ليك فنش. وليك
لازم نجربكم في حاجات و التطيب معناها وكل حاجه. انا نعرف نعمل جاتو. سمعتوا نجربكم في حاجات وفازيت سهل هو اي صحيح عندك الحلقه مال قطوش في سكاره شكون تشطح سلو خير من الاخرى سلو يلا بشكون تبدا سلو نعمل قرعه قرعه نعمل قرعه القرعه عندي كيف... ورده في الحديقه اسمها بيك فرادك فرادكودا واللي عاود اسمها يخرج من اللعبه انت عبير البناني مالا غادي عبير غادي معاش معاه هو بس يلا اعطيوني سلو قومه بيانو هيا بيانو ياسر هيا يلا مع بعضكم هاتك الوا خلي خلي خليك هيا مع بعضكم نشوفوا توا حظي انا حظك انت يلا يلا عبير اقعد توا وخلي مشتحتش معاهم انا واشتحت انت يا ييت في اول حصه نشطتها وانا النشط عندي قدام هكا ما نجمش نختار زوز تشطحوا بالقدا يا باهي مال زوز بالقدا تحكم عليهم توا نمشيو لحاجه اخرى نمشيو لحاجه اخرى ايه مثلا انا نبدا راقد في الليل ونجي الصباح كيف تفيقون نجيب لك امثله انا عندي سؤال يرقد عاد يرقد نوريك كيفاش انا نرقد جوجو بوجو نحب شكون يبوس هذا يا عبير بوس وطيقو ورسكتي كانت بوس وطيقو تو تو يجي يا عبير تو نمشيو لك هاي هاي ما تضحكش بدي يا بقص عقومي وحياي هاي جبت لك كادو هاي هذا متاكد من ما يقومش جبت لك يا سيرين بوسو تقوم يجري خي يهرب لي في البلاتو برافو برافو انا ما نحب حد يقيمني صبيح ما نحبش نمشي نقرا ما تحبش تمشي رجع للطفوله توا توا اختارنا من هذا الكل نمشي نسالكم شويه اسئله تفضل السؤال الاول مثلا انا في الدار في الليل مأخر نحكي في التليفون وحده منكم جيت شتعم نون انت جيت منها ون علق التليفون من شتعم قول لك واه شكون مخبي عليا وريني التليفون وين انا كسر التليفون ديريكت ليه تمشي وتجي ليه الفلوس وفيت في التليفون تمشي جريه تجيب لي كارت اقوى سيري اقوى على ايد عبيد سيرين اعطيني اقوى مش خلي لكم الحصه انا وحدكم هاي كم مثلا احنا قاعدين في قهوه تبدا الطفله في الطاوله هذيك تغزل لي وترمي لي في البوس يا عيني يا ماما يا ماما انا نغزل انا نبوسك انت باش هي تغير انا نقلب لك البلاصه ليه؟ تمشيو تجيبوا الكريب شوكولا اللي قدام اي صحيح ولا لا خاطر هو يخزن الكريب شوكولا هو يخزن الكريب شوكولا صعب هي اسالتك ما هي سهله بتوا اخر سؤال تكبسوا لي في رواحكم ولا نغادر البلاتو مثلا انا في الحومه عامله عرك شتعم عامل عركه؟ اي شي عملوا؟ شتعمل انا؟ اي ورينا ليه قوم ورينا سيرين سيرين
قوم هو عمل حركة شنو تعمل وانت داخلة ايجا مخاد سيري ايجا مخاد منا وانت داخلة هو عمل حركة هو عمل حركة ليش نعمل طوال انت تعتذر بالبولية انت في حركة انت في حركة وتعيط وتعارك مع عبد الرزق شاب قل له سايب البلاتو منشط فاشل انت منشط خايب ما يحبوكش يكرهوك سايب البلاتو انت منشط فاشل والله فاشل والله فاشل كمل في عركه برا روح هاي سي باخذ مش نروح نخرج هذا خرجت يا اخوي خلي يقعد فيها اياد اخوي فك البلاستي هذا نرجع سخفت والله سخفت هكا جاي نعارك معاك من بعد تقول له اي عبير تو عبير خلي عبير لا يجي بغاتي عبير ما تبديش بالظاهر بتولي عاد عبير مشي بغات مشي بغات مشي بغات مشي بغات شنو تو باش تطردني؟ ايش نطردك من البلاتو من البلاتو ما يحبوني شكروني ويحبوك شنو نتعادك؟ شبيك؟ وش بيك؟ نورمال؟ شبيك تحكي مع عبير؟ ولا تضرب عبير؟ ولا تضرب عبير؟ يا عبير ملا قوة مش ليه بازر مسطح الكرة واحدة فيكم تنقز وتجيب لي الكرة هيا سطح خلي تنقز وتجيب لنا الكرة شكون تختار شو عبد الرزاق انا نستناك في الحلقة جي بشيش يجيب لي زوز باهي ها جيب لك زوز هي انا ديما نجيب زوز باهي شنو معناه؟ وقت احنا خايبين ما جبناهش ما عجبتهم ليه نشوف الاخرين عاد مشيش بعد يعمل من بعد يعمل راي عنده سيد عنده كبير ياسر في الكاستينج هذا عبيد السيد السيد ما مليتولوش عينيه عينه سامحني يلا برافو بتصفيق كبير منكم نودع مشاهدينا الكرام انتم في لمع الكيف الى فاصل اشهاري ثم نعود